انتقل مشاهدينا الكرام الى استاد القاهره مع زملائي الاعزاء، كل من زميلي العزيز خالد رزق وزميلي العزيز عمرو مختار. قبل انطلاق هذه المباراه، مباراه مؤجله من الاسبوع التاسع من دوري النايل، هبدا مع زميلي العزيز خالد رزق، وماذا عن المعسكر الاحمر والبروفا قبل الاخيره قبل المعترك الافريقي؟ كل التحية ليك كابتن تامر وتحية لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. طبعا النادي الاهلي في حاله تركيز كبيره جدا في هذه الفتره، ضغط مباراه بالتاكيد، ولكن النادي الاهلي عنده خبرات كبيره في هذه الامور. بعد المباراه الاخيره للنادي الاهلي كان تاني يوم على طول راحه سلبيه لكل اللاعبين، يمكن مستر كولر بيحاول ان هو يدي فرصه للاعبين هم يكون في راحه ليهم بدنيه وذهنيه ايضا من ضغط المباريات. وبعدها كان في مران بالتاكيد للفريق، ودخلوا بعدها لمعسكر لهذه المباراه. طبعا مستر كولر بيحاول يعمل الروتيشن في مباراه اليوم، بنشوف النهارده السوليه طبعا غياب الاصابه، ولكن هناك غياب لعلي معلول يعني راحه اللاعب، وايضا يعني عدد من اللاعبين غائب للاصابه، وايضا عوده بعض اللاعبين زي كريم فؤاد، محمد مجدي قفشه وكريستو المتواجدين في مباراه اليوم. ايضا بالنسبه لمحمد مجدي قفشه يمكن كان ليه حديث معاه قبل هذه المباراه واتكلم معاه ان الامور كلها جيده جدا، هو لاعب محترف بيفكر داخل الملعب فقط، وكان بيتكلم معاه في المباريات السابقه اللي كان بيخرج خارج القائمه كان بيلعب بشكل جدي جدا ويتمرن بشكل جدي جدا وما بيركزش مع اي حاجه ليها علاقه بالسوشيال ميديا او اي كلام بيقال، وبيحترم قرار المدير الفني مستر كولر بالتاكيد ان هو يثبت نفسه في الملعب وفي التدريب عشان يكون متواجد، وان كان ليه حديث مع مستر كولر بالامس وكل الامور ماشيه بشكل طيب. ومستر كولر ايضا اتكلم مع اللاعبين، وكان في اجتماعات عديده بين مستر كولر واللاعبين وايضا بين اعضاء الجهاز الفني للمباراه القادمه. النهارده مباراه وبعديها هيكون في استعداد ايضا للمباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا، وهي البطوله الاهم فيها هذا التوقيت للنادي الاهلي. وايضا اللاعبين بعد وصولهم لاستاد القاهره الدولي دخلوا على غرفه الملابس، هناك حاله تركيز كبيره جدا على وجوه اللاعبين، وبالتاكيد مستعدين لمباراه اليوم. وطبعا بعض التغييرات اللي موجوده في تشكيل النادي الاهلي وامور طبيعيه جدا، مستر كولر بيحاول يخلي كل لعيبه جاهزه، وزي ما كل لعيبه متواجده على دكه البدلاء يكونوا مستعدين في اي لحظه ينزلوا فيها الملعب ان هم على اتم استعداد لخوض هذه المباراه. الجمهور كالعاده متواجد، مش باعداد كبيره ولكن موجود بشكل جيد، ومن اول نزول اللعيبه في هتافات عديده بدات باوفه وانتهت باخر لاعب في النادي الاهلي مودست، وايضا كانوا بيندعوا على كل لاعب وبيشجعوهم لافريقيا وايضا للدوري العام المصري. بالتاكيد يعني كابتن تامر كانت كل اجواء الكواليس حتى هذه اللحظه من استاد القاهره الدولي. نعود لكم مره في الاستوديو، اتفضل. شكرا للزميل العزيز خالد رزق من